اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فادي عضلات. قبل ما نبدأ الفيديو حابب اعرفكم ان انا في عندي قناة تانية للالعاب اسمها قناة تفجير وتدمير، هتلاقي اللينك في الوصف يا جميل. اشترك وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات، ويلا بينا نبدأ الفيديو. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ في حاجة استفزتني اوي امبارح، كنت نشرت فيديو جيمنج البابجي موبايل يعني لقيته جاب مشاهدات وحشة. هو بيبان المشاهدات هتبقى حلوة ولا لا من اول ساعة، فلقيت اول ساعة المشاهدات وحشة جدا، فده بيبقى مؤشر لان الفيديو مش هيجيب مشاهدات كويسه. تمام، فكنت بقول للناس يعني بسال الناس هو في مشكله على اليوتيوب ولا ايه، لان ملاحظ ان في حاجات غريبه اليومين دول في اليوتيوب بتحصل مش طبيعيه. في حاجه مش طبيعيه، المشاهدات عماله كل شويه تقل بطريقه غريبه جدا 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 بطريقه بشعه يعني. فالمهم في ناس بتقول لي ايه، بتقول لي لا يا فادي انت عشان فيديوهاتك وحشه، انت كنت ترند ومات خلاص راحت عليك، يعني بقى معناه ان انت خلاص كده كان جت عليك فتره وخلاص راحت عليك. احب اقول لكم ان انا ولا راحت عليا ولا حاجه. طب راحت عليا ازاي؟ راحت عليا ازاي وانا لسه منزل امبارح فيديو ومنزله الفجر اللي هو المفروض الناس نايمه كمان؟ الفيديو جاب في يوم واحد 34,000 مشاهده، قناه عليها 88,000 مشترك. الفيديو جاب من اول يوم 34,000 مشاهده، 5 عشان الحسد. قناة عليها 88,000 مشترك، الفيديو جاب 34,000 مشاهدة من أول يوم، وكمان خلال كام يوم هتلاقي الفيديو عدى ال 40,000 مشاهدة، ممكن يوصل 45، ممكن 50. يعني قناة الفيديوهات بتعدي نص عدد المشتركين، وده نسبة كويسة جدا، وساعات كمان بعدي عدد المشتركين نفسهم بكتير. أنا ساعات في فيديوهات عندي بتعدي ال 100,000 مشاهدة. فعلى أي أساس إن أنت تقول إنها ترند ومات؟ انا مش ترند ومات ولا حاجه، انا ما زلت مستمر ولسه اللي جاي اقوى واقوى واقوى، وهتشوف المشاهدات هتبقى عامله ازاي الفتره الجايه. هي الفكره كلها ان اليوتيوب مش بيساعد قنوات الجيمنج الا في حالتين للاسف، ده اللي انا استنتجته من الاخر. قنوات الجيمنج ما بتنجحش الا لو فيها احتراف عالي قوي 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 زي ابن سوريا، او ضحك وكوميديا قوي 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 زي بنطلة اكس. يعني القنوات اللي هي فيها ضحك قوي او احتراف قوي بتبقى مدعومه جامد من اليوتيوب، انما ان انت متوسط اللي هو العادي يعني لا احتراف قوي ولا ضحك قوي، هتلاقي قناتك بتطلع ببطء شديد من الاخر. فانا بالنسبه لي فيديوهاتي يعني فيها ضحك او كل حاجه، بس مش اللي هي مش كلها ضحك قوي، وفي نفس الوقت ما فيهاش احتراف قوي، يعني فيديوهات عادية ما فيهاش احتراف اصلا يعني خلينا واقعيين. فاللي هو عشان كده انا في الجيمنج مش ناجح، لكن مش معنى ان انا مش ناجح في الجيمنج او مش بجيب مشاهدات رهيبة في الجيمنج يبقى انا فاشل او انا راحت عليا. لا، ما راحتش عليا، ما انا ناجح في مجال تاني اللي هو مجال الكوميديا، وقناة الكوميديا بتاعتي شغالة زي الفل. يعني من الاخر انا عايز اقول لكم باختصار، انا لو جبت قناة الجيمنج دي وخسفت بيها الارض اللي هو بطلت اعمل عليها فيديوهات تمام، انا مش هخسر حاجة، لان فيديوهات الكوميديا تخليني على فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم، انا جاء عليا فتره كنت بعمل فيديوهات بتاع القناه دي بس، وطنشت الجيمنج شويه، كنت مرتاح. هقول لكم كنت مرتاح ليه؟ لان كنت باجي انام براحتي اول ما ارجع من الشغل واروح الجيم وارجع انام شويه كمان لو انا عايز، وبعدين في اخر اليوم اقوم عامل فيديو كوميدي ما ياخدش مني وقت ومنتجه في السرعه واحطه على القناه ويجيب مشاهدات بالعبيط. النهارده بقى يا جماعه في الفيديو دوت، الفيديو بتاع النهارده دوت، انا جاي اعمل حاجه ملهاش اي لازمه، انا جاي في الفيديو ده اشرب كوبايه ميه. فالناس هتقول لي طب انت ايه الهدف من الفيديو ده؟ الفيديو ده انا عايز اثبت بيه للناس اللي على قناه الالعاب ان انا ما كنتش ترند ومات، ان انا ما زلت شغال لغايه دلوقتي، والفيديوهات بتاعتي ما زالت بتعمل مشاهدات حلوه لغايه دلوقتي. يا جماعه انا الفيديو ده حرفيا ملوش اي 30 لازمه، ولا هو كوميدي، ولا هو فيديو مفيد، ولا ليه اي 30 لازمه حرفيا، وانا بعترف لكم بده. الفيديو ده كل اللي هعمله ان اشرب كوبايه ميه، وعايز 10,000 لايك، وعايز مشاهدات بالعبيط وشير في كل مكان، بس انا مش هعمل اكتر من كده. في ناس هتقول لي طب احنا هنعمل لك اللايكات ونتفرج على الفيديو على اساس ايه اذا كان انت مش مقدرنا وعامل لنا محتوى مش لازمه؟ هقول لك لا، انا في كل الفيديوهات بعمل لكم محتوى ليه لازمه، ويا كوميدي يا مفيد او كده. النهارده بس انا اقصد اثبت للناس حاجه، فيا ريت تساعدوني في ان انا اثبتها للناس. انا عايز 10,000 لايك على الفيديو اللي ملوش اي 30 لازمه ده. ثواني يا جماعه اخد الصوره المصغره بالمره. مش عارف انا بضحك ليه.
بس كده خلاص، ده الفيديو، ده الفيديو بتاعنا النهارده. عايزين 10,000 لايك على الفيديو ده، عايزين 10,000 لايك على الفيديو ده عشان اثبت للناس اللي على قناه الالعاب اللي بيقولوا لي ان انا كنت ترند ومات، اوري لهم انا كنت ترند ومات ولا لا. سلام. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني ان اطور المحتوى بتاعي، عشان القناه بتاعتي تكبر اسرع واسرع. وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجايه لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.